السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. شكرا للكلام طيب اللي تخليه لي دايما فيديوهات. شكرا كثيرا. شوفوا الخبز اللي درت تبارك الله ما شاء الله. راني ما شاركتش معكم بزاف هذه مده الفيديوهات لانني كنت كان لها بزاف، ماشي عندي الترويض، فهذا ما نقدرش ندير الشغل بزاف، يعني كان نعيا باش نصور وهذاك. وعاد الحاجه اللي نديرها كنديرها ما شاء الله تبارك الله، يعني غير بالسيف. هو تبارك الله كيخرج ما شاء الله وخفيف ومهوي. بغيتو نعطيكم الطريقه، هي انا غادي ندير لكم الطريقه هنا، وعندي عاود في فيديوهات وحدين اخرين بغيتو نخليهم لكم حتى بدقيق الكامل. درت منه الباغيت تبارك الله، عجينه واحده درت منها شويه الباغيت شويه هكذا خبيزات. هاد الخبيزات تبارك الله زينين خفاف، وغادي نقول لكم كل الطريقه والنصائح. عاود بعض المرات حتى الفران نقدروا، الا كانت شويه العجينه مطلوقه بزاف اذا ولا بد نديروا لها شويه الماء، ولا كان ماشي مطلوقه اذا فعادي عادي. كنت جعت قلت والو ناكل بعدا تما كليت العدس تبارك الله درتو. ايوا هكذا كان عندي الفيديوهات عاد شحال وكنقول والو ما نقدرش على حسب الترويد ومين نجي وندير الشغل وهذا، ما نقولكش الفيديوهات تبارك الله راهم عندي ولكن ما نقدرش. ايوا هذيك هي شاركت معكم. مهم نقدروا نديروا 500 غرام نص كيلو او 400 غرام نتاع الدقيق. انا درت غير بوحدو كامل، غير هكذا بوحدو ماشي كامل، يعني ماشي تاع الزرع ولا تاع هذا. مهم درت فيه الاول خميره، درت فيه الخميره واحد معلقه كبيره ولكن ماشي عامره بالسيف، ومن بعد شويه زيت الزيتون، لا زبده سمحوا لي تلتالي. ايوا درت فيه شويه الملح وخليت ما نو هذا ما نديرش فيه الملح حتى من اللي نضيفوا الملح بحال نقولوا العجينه السحريه يمكن هكذا كوي. اذا فتنعجنوا نضيف الماء شويه بشويه، ومن بعد هذه كل شيء غادي نغطيها الاول وندخلها في ديك العجينه الاول عاد باش نبدي نعجن. علاش؟ لان هذيك العجينه هذيك الزبده باش ما تخرجش عاود باش تندمج مع العجينه. ولا بد ولا بد كلشي كل مره نخلطوها هكذا وهكذا عاود ندوروها وهكذا باش ديك الزبده تذوب وما تخرجش، يعني كتكون داخل العجينه ونعجنوها نعجنوها الصافي وكتكون مزيانه. العجينه تكون مرخوفه ماشي قاصحه ماشي جاريه. المهم انا درت لها هكذا وخليتها تخمر، ولا بغينا نديرو غير البلاستيك عليها نديرو لها الزيت باش من هذاك ما باش ما نضيعش كاع العجينه تلصق فيها وكلشي في داك البلاستيك. نديرو لها الزيت ندهنوها بالزيت، وعاود حتى دوك البلاستيك ندهنوهم شويه بالزيت زيت الزيتون ولا بغيتو الزيت كما كانت. مهم باش ما تلصقش وهكذا ونخليها تخمر. الاولى العجينه السحريه ياك، ومن بعد ضفت لها عاد الدقيق وضفت الملح. الخميره بوحدها ما تكونش فيها، الخميره بوحدها ما غاديش تكون فيها هذيك الملح، يعني الخميره بوحدها حتى التالي من نزيدو نضيفو العجين دقيق عاد تما فين نديرو الملح. وهاهي كتكون ما شاء الله ملي خمرت صافي تكون ما شاء الله. ومن بعد نديرو كويرات نقلعو لهداك الغاز اللي كيكون فيها، ومن بعد صافي نديرو كويرات كويرات كلهم بحال نقولو المسمن كيما نديرو كويرات تاع المسمن وهكذيك هي صافي. وإلا كان باش تما نديرو مكويرات ونحطوهم نديرهم في الصينيه اولا بابيل سلفيغزي. المهم نديرها في الصينيه كما تعرفوا. ايوا ومن بعد صافي غادي ندهنهم بالزيت تما ندهنهم بالزيت كله. ايوا درت لهم شويه السميد الرقيقه ولا الغليظه كما بغيتو. مهم درت لها هكذا ونقدروا حتى نديروها بالحليب حتى التالي نقدروا كما يقولوا. الا ما بغيتوش ديروا هكذا ديروا عاود بالحليب، ديروا لها هكذا مسحوهم بالحليب دهنوهم بالحليب وديروا عليهم السميد ومن بعد شرطوهم. انايا كانت العجينه ما بغيت ندير لها بزاف كلها شرطتها، تقدروا تشرطوها وعاود ديروا لها الزبده غير شويه. ومن بعد عاود اللي كان شاط درت منه الباغيت هكذا، ها هو عنده هذيك الصينيه تاع الباغيت اللي احسن، ولكن تقدروا ديروا لها هكذا بالبابيي باش ما يديروش. ومن بعد صافي ها هما حتى خمروا ومن بعد شرطتهم تما تما وندخلهم في الفران. واحد الحاجه هذاك الا كان بزاف العجينه مثلا وحده سهلي لها التخمير وحده خليها تخمر غير بشويه هذيك هي وصافي. ها هما تبارك الله خبيزات ما شاء الله تبارك الله خفافات، ها هما تبارك الله. ومن بعد تما بعدا كنت كليت بالعدس كنت جعت قلت يلا بعدا نتغدى.
ها هما ما شاء الله كيكونوا خفاف خفاف. الا بغيتو نخلي لكم فيديو اخر راه عندي، ها هو تبارك الله شفتو خفافات ما شاء الله. ولا بغيتو نخلي لكم فيديو اخر، الا بغيتو راه عندي الفيديوهات فيهم الخبز هنايا في القناه ديالي. ومرحبا بكم الجدد واللي قدام كنتوا معايا، شكرا بزاف للتعليقات الحلوه اللي تخليوها لدي الفيديوهات، شكرا كثيرا كثيرا. واحد الحاجه، الخبز الباقيت مثلا ديما خلي له الماء، ديري له الماء باش يطيب البخار. راه هذا ما بينتوش وصافي سمحوا لي، ولكن راه عندي في الفيديو نتاع الباقيت يلا نخليه لكم باش تشوفوا بانني درت الماء، بينتو بان الماء ولا بد يكون في الباقيت باش ما يكونش باش ما يخرج زعما باش يخرج مزيان. هذيك هي، شكرا للمشاهده، سلام.